بسم الله الرحمن الرحيم. لمدينة شرح لي طريقة تفعيل مود الوضع الليلي في برنامج الواتساب. من البداية لازم يكون جهازك يحتوي على iOS 13 فما فوق. بعد كذا بالنسبة للآيفون راح يكون متعلق بنفس النظام. فعند تحويل الآيفون إلى مود دارك راح يتحول جميع البرامج من ضمن الواتساب. أما جالكسي فتقدر تقوم بتفعيله من نفس داخل برنامج الواتساب. طيب خلونا الآن نشوف كيف ندخل على برنامج الواتساب. زي ما تشايفين الآن عادي بالطريقة العادية شغال. نرفع الشاشة بعد كذا نضغط على علامة الإضاءة بشكل مستمر وبعد كذا نختار دارك مود ونقوم بتفعيلها. زي ما تشايفين الآن تغير معنا برنامج الواتساب وأصبح الآن بمود دارك. أنا معكم أخوكم خادم نادي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.